يا مشعل، انت في مكانك من ساعتها، انت ما نمتش من امبارح؟ صباح الفل. وانت اللي قلته لي امبارح ده يخلي حد يعرف ينام يا راجل. ايوه ده انت ولا السندباد البحر في الف ليله وليله. انا كمان ما عرفتش انام. طبعا هو الفكر اللي في دماغك ده يخلي حد يعرف ينام. لا انا ما عرفتش انام من الاكلان اللي معاشش في المراتب. اه برضو انا صاحبي بقى معلش. اصل ليه بتيجي تنظف ما جاتش بقى لها 4 سنين. الله يخرب بيتك على الصبح، الاوضه ما اتنضفتش من 4 سنين. طب اسمع بقى، الكراكيب دي كلها لازم تترمي ونجيب عفش جديد، ويلا غير هدومك عشان تنزل معايا العطارين. اغير هدومي؟ ما انا لابس اهو. هو ده لبس الخروج؟ امال بتنام بايه؟ بشوال خيش؟ بص يا برنس، طول ما انا قاعد في البيت ما بلبس حاجه عشان ابقى براحتي. بلبوس؟ بلبوس حد له عندي حاجه؟ بيتي. صيف وشتا؟ صيف وشتا. والدكاتره بيقول لك ان البلبوس صح في الشتا. ايوه بس الشتا هنا بيبقى تلج. مش عندي، لا انا عندي هنا لا مؤاخذه النار بتبقى والعه ليل ونهار ما بتطفيش. انا حاسس ان انا عايش مع انسان الغابي الاول. احنا مش هنفطره بقى ولا ايه؟ شوف يا رشاد بيه، العربيه طالعه من المعرض عندي، وانا لو رفعت قضيه هترجع لي، بس انا بقول نخلص الموضوع ودي بينا عشان احنا الاثنين مجروحين. ادفع لك يعني ايه يا حاج ضاح؟ بقول لك انا شاري العربيه دي بمليون جنيه، انا والراجل الطيب ده والنعمه الشريفه يا اخي، ان شاء الله دم يسيل زي الميه دي. طب ده انا صاب وقلبك، انا ذنبي ايه يا رشاد بيه؟ يعني هو ما قلبكش انت كمان يا حاج ضاحي؟ يا اخوانا نهدوا شويه، دي مش طريقه مناقشه، احنا عاوزين المصلحه. انت بعت العربيه يا حاج ضاحي لواحد اسمه الحاج صالح ابو العز، مظبوط؟ مظبوط. طلع نصاب، لا هو صالح ولا هو ابو العز. ربنا ينتقم منه. ادالك 300,000 جنيه في ايدك والباقي على شيكات. طلع بقى لا مؤاخذه العربيه من الموضوع، تبقى العمليه الشيكات بينك وبينه يا عم الحاج. احنا دافعين ثمن العربيه كاش على الترابيزه. دفعت لمين يا رشاد بيه؟ للسفير حازم غربال؟ لا هو حازم ولا هو غربال ولا هو سفير. منه الله. صحيح، اللي ما يشوفش بالغربال يبقى اعمى. ادالك عقد مزور وشهر عقاري مزور وعمل عليك فيلم وباع لك ما لا يملك. وخلي بالك الورق اللي في ايديك ده لولا حسن النيه كانوا حبسوك بيه، لان القانون لا يحمي المغفلين. لا حاج ضاحي، حافظ على ملافظك ارجوك، اوعى وشوف انت بتكلم مع مين. حلو حلو، صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي. ايه انا نازل تم الليمونه بهوات. لا طب بقول لك ايه يا حاج، ممكن بعد اذنك اتكلم انا؟ انت تخلص خالص واسمع على الصبح عشان انت سبب البلاوي اللي احنا فيها دي كلها. ليه بس يا حاج؟ اسمعني، يوضع سيره في اضعف خاله، انا عندي الحل. براحة يا ضاحي، ما تسيبه يتكلم، اتكلم مسطوح. بص يا بهوات، احنا باقيين العربيه ديت بمليون جنيه للحاج صالح ابو العز، دفع 300 يبقى فاضل 700. مليون جنيه؟ ده انتوا حراميه، العربيه دي ما تسواش ل 500,000. ولما هي ما تسواش ل 500,000 دفعت فيها مليون ليه؟ خلاص يا حاج ضاحي، تاهت والاله، اخرها 800,000، ادفعوا ال 500,000 مبروك عليكم العربيه. هو انا نخلصه من النصاب؟ نقعوا في اتنين نصابين؟ جرايه يا اخوانا، عربيه ب 500,000 جنيه عايزين ندفع فيها بليون ونص؟ في ايه؟ هو احنا لا مؤاخذه داقين عصافير ولا رابطين الفيل على البحر بره؟ تسمعوا كلمتي انا؟ قول يا حسين بيه. العربيه دلوقتي الحكومه متحفظه عليها ومتحرزه عليها، وممكن تقعد في المرور سنه واتنين وتلاته، وطول ما واقفه هناك قيمتها هتقل ومش هتساوي حاجة. وعلى رأي الشيخ سيد مكاوي، خلي شوية عليا عليا وشوية عليك خلي. شوف يا حاج ضاحي، احنا هنديلك 100,000 جنيه وانت تدينا ورقة العربية وتسجلها لنا في المرور، وربنا يعوض علينا كلنا. 100,000؟ لا خليها عند الحكومة بقى أحسن. أنا بقول يعني نهدوا شوية على الموضوع ده لغاية لما البضاعة بتاعتنا تطلع من الجمرك، ساعتها كل حاجة هتتقضى إن شاء الله. حاج رشاد، حاج رشاد. إيه يا آدم في إيه؟ البضاعة اللي في الجمارك. شفته؟ فرجت إن شاء الله، أنا بقول لكم هتفرج. مالها البضاعة؟ اتعدمت يا حاج، لو هو غير مطابقة للمواصفات. يا نهار أسود، اتعدمت؟ يا نهار أسود، حلو يا حلو، قولوا معايا، قولوا. حلو يا حلو. الله يخرب بيتك يا معالي السفير.